حيث أتحول الآن وينضم إلي هاتفيا من عمان دكتور سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق. بعد تحية دكتور، كما يشير دكتور فرحات من القاهرة، يحاول نتنياهو وحكومته لفت الأنظار بعيدا عن أزمته الداخلية. طبعا هذا ملمح مهم في المشهد، لكن بالعودة إلى ما يحدث في الأرض، هناك طبعا كانت بيانات إدانة من السعودية ومن مصر ومن الأردن. الإمارات الآن تتحدث أو تدعو مجلس الأمن إلى جلسة مغلقة لمناقشة ما يحدث في المسجد الأقصى. برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن الدول العربية دكتور سميح؟ أولا مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة تعرف هذه مواسم عدوانية إسرائيلية متكررة، صحيح يعني لا تكون مرتبطة بشهر رمضان المبارك، إنما أيضا مرتبطة ببرنامج سياسي يعني عنصري إرهابي موجود في تكوين الحكومة الإسرائيلية سواء حالية أو قبل. لكن هذه الحكومة لديها يعني خلينا نقول بعقائدية سياسية أكثر إرهابا وأكثر عنصرية، وبالتالي هذه المواسم المتكررة التعامل العربي معها بالمجمل هو تعامل سياسي دبلوماسي، محاولة إيجاد ضغوطات على الجانب الإسرائيلي سواء من قبل الأوروبيين أو من قبل الإدارة الأمريكية أو المجتمع الدولي بشكل عام، وبالتالي هذه الجهود هي التي تحاول أن توقف هذا العدوان. وبدي أذكر أنا وحضرتك أنه خلال الفترة الماضية كان في لقاءين في شرم الشيخ وفي العقبة، وكانت محاولة أردنية مصرية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية لإعادة المسار السياسي في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية والعودة للحديث عن الحقوق الفلسطينية الوطنية والدولة الفلسطينية. لكن واضح أن الإسرائيليين بتركيبتهم الحالية والتركيبة السابقة اللي كانت في حكومات نتنياهو خلال السنوات الماضية يعني خلقوا يؤمنوا بمنهجية واحدة هي محاولة فرض الأمر الواقع، محاولة فك الارتباط بين القضية الفلسطينية وأي علاقات مع الإطار مع المحيط العربي والإسلامي والعلاقات الاجتماعية اللي هم دول العالم. اليوم الأردن ومصر تحديدا ومعهم دول عربية أخرى بيحاولوا أن يوقفوا العدوان على الفلسطينيين، بيحاولوا وقف الاستفزازات اللي بتتم والعدوان اللي بتتم في المسجد الأقصى. وبتعرف هذا بيتوافق مع مواسم دينية يهودية، صحيح، اللي هي محاولة ذبح القرابين في المسجد الأقصى والاعتقادات اللي بتتم. وأيضا أنه في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يعني بن كبير والتيارات المماثلة له بالحكومة الإسرائيلية تحاول أن تقول لناخبيها أيضا أنها تطبق برنامجها وأن لديها قدرة على تنفيذ البرنامج الذي تؤمن به والذي جاءت من أجله إلى الحكومة الإسرائيلية وحصلت فيه على ثقة الناخب الإسرائيلي. طبعا نتنياهو لا يقل يعني عدوانية بهذا الموضوع، لكنه أكثر خلينا نقول أكثر براغماتية بالعمل السياسي، وهو يريد أن يحافظ على التكتل والائتلاف الذي شكل من خلال الحكومة، يريد أن يحافظ على هذا الائتلاف دون أن يتفكك ودون أن تذهب الحكومة وأن تدفع ثمن، لأنه هو بيدرك أنه هو يواجه معارضة يعني إسرائيلية داخلية فيما يتعلق بموضوع إصلاح القضاء. نعم. ولذلك هو يعني يمرر وفق اعتقاده أيضا يمرر كل ما تطلبه القوى الإسرائيلية العنصرية الإرهابية اللي هي موجودة بالحكومة، يعني يمرر لهم يعطيهم فرص أكثر، وهو ليس بعيد عنهم في من حيث التركيبة لكنهم أكثر منه. وذلك نشوف هذا المفاقر. هو عموما لمزيد من التوضيح، الخارجية الأردنية الآن بتقول أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتحرك فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى في أخبار عاجلة.